السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله يا ربي يلقاكم باحسن حال. اول حاجه الدعوه ديالنا مع الناس اللي مرض الله يشافيهم الله يعافيهم، اللي بصحته الله يخليها له. ثاني حاجه الدعوه ديالنا مع الناس اخواننا الفلسطينيين، ربي يوقف معاهم. وثالث حاجه مبروك عيدكم، ان شاء الله علينا وعليكم بالصحه والعافيه والسلامه. وبهذه المناسبه نقول لكم شكرا بزاف 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 على هذا، على كاع التشجيعات ديالكم. شكرا الناس اللي تيتابعوني وتيخلوا لي تعليقات اللي تتخلي لي تتشجعني وتتخليني نزيد نبدا وندير ونحط لكم، يعني نشترك معكم اي وصفه اللي عجبتني، اي وصفه اللي لقيتها فيها منفعه، وحتى النصائح الغذائيه تتخليني تتخليوني بهاد التعليقات ديالكم تتخليني دائما نكون عند حسن الظن يا ربي. كما قلت لكم الوصفه ديال اليوم خفيفه ظريفه، عباره على بلا فران، دونك ما نحتاجوش الفران نهائيا. هذه عباره على شكلاط معمر باللوز ولا بكاوكاو اللي عندكم، ومخلط بالطحين ديال الطحين بالكاوكاو مطحون. دونك نقدروا نديروا زيدوا معاه بسكوي، تعطيها واحد النكهه زوينه زوينه بزاف. وحتى الشكيلات اللي عنده لي مول، اي مول يقدر يحتاج. داك الوصفه غادي نخليها لكم جوست ابري ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، ما تبخلوش عليا باشتراكات. كما تنوعدكم ان شاء الله دائما الجديد، ودائما دائما وصفات اللي غادي تعجبكم. وانكور اون فوا تنقول لكم مره ثانيه ثالثه رابعه انيام فوا شكرا لكم بزاف 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 بزاف. وعيدكم انكور اون فوا، عيدكم مبارك سعيد، والى الحلقه القادمه. دونك هاد الكاطو ديالنا ساهل، ما نديرو لا فران لا والو. غنحتاجو البسكوي، اي بسكوي عندكم. انا درت تقريبا شي 60 غرام ديال اللوز، تقدر ديرو كاوكاو. وعندي هنايا كاوكاو مطحون، جوست كاوكاو. دونك انا بيزوان دو بسكوي، تو سورت دو بسكوي سي اكسبتي. دي اموند 60 غرام داموند. ici c'est le beurre d'arachide، جوست le beurre d'arachide naturel et du chocolat noir. C'est tout. Donc on va mixer les biscuits d'abord et je vous reviens. On a dit le biscuit Diana. On va mettre les biscuits. On va juste les mordre un petit peu. Mixer un petit peu. On va mixer les amandes ou les cacahuètes, ce que vous avez. C'est comme ça, pas trop, il y en a quelques-uns. Donc on a dit le biscuit Diana, on va ajouter sur les biscuits. Donc il y a quelques grains, je vais les donc enlever. On ajoute le beurre d'arachide, cacao Diana mthon, juste cacahuète mixée, il n'y a pas d'autre chose avec. On va ajouter petit à petit comme ça. On n'a pas besoin de four, on n'a pas besoin. بالنسبه للليمون اللي عندكم، انا عندي هاد الليمون هادو، تيعطي واحد الشكيله زوينين. كاين هادو ديال الشكلاط، كاين هادو كنت ديجا درت لكم فيهم سلو سون غلوتين، بلا سكر وبلا غلوتين. كاين هادو ديال الخميسات. المهم غادي نوعي لكم، الا عندكم اي مول راه يصلح اي مول. Donc là, on va mettre nos morceaux de chocolat. De préférence, chocolat noir 70%.
هيا تايدوب وكنا نديرو الشكلاط ديالنا باش يدوب. لا جي بارطاجي لو ميلونج اون دو اون جينيرال. هادشي عطاني سا ما دوني 400 غرام. دونك جي مي 200 غرام ici 200 غرام ici et là je vais mon chocolat noir. Chocolat noir est là. تقريبا ربع المعالق. ملي هادي غنديروها دو فوا باش الشوكولات هذا الجناب ديال الليمون كلهم يتخليهم يتغطاو بالشوكولات. فوالا جو في تيرميني اي جو فو ريفيان. اون بو ميتر اوسي اون بو ميتر لا ميم شوز افيك دو شوكولا نوار. اون فا ايتالي بارتو دو لا ميم فاسون اي اون فا رونتري او فريجيدار دو تان كو سا كول سور لي باروا. Donc je termine des moules puis je... Donc on a un moule à la main de la chocolat.